معاناة أخرى تواجه السوريين على غرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، تتجلى هذه المرة في مسألة النزوح الذي يتحول في كثير من الأحيان إلى هجرة غير شرعية، خصوصا وأن كثيرين لا يملكون جوازات سفر ويضطرون إلى النزوح عبر الحدود عن طريق التهريب. فلنتابع. يا حاليا بدي أرجع التهريب، يا بدي أستنى حتى يصير شيء جديد أو يطلعون شيء قرار جديد يسمح أنا بطلع على برا. لم يستطع عبد المعين تجاوز الحدود التركية السورية، وهو الذي أصيب أثناء مشاركته مع الجيش الحر وجاء إلى تركيا بقصد العلاج. الحل الوحيد أمام هذا الشاب هو عبور الحدود بشكل غير نظامي بالتعاون مع المهربين، بعدما سمحت له السلطات التركية فيما مضى بدخول أراضيها لتلقي العلاج. هلا بدي احاول كمان اطلع على سوريا ارجع لبيتي، بس معنيين السلطات التركيه قال بدهم جواز سفر اجباري. الجريح اذا ما فات جواز سفر بيضطر يجي تهريب، اذا شالوه او اذا في عذاب كثير. حال عبد المعين كحال الاف السوريين ممن لا يملكون جوازات سفر، دخلوا الاراضي التركيه بشكل غير نظامي بقصد العلاج او هربا من المعارك الدائره في سوريا أو حتى بقصد العمل، بيد أن ضريبة الأمن الذي لقيه هؤلاء في تركيا تثقل جيوبهم إذا ما أرادوا العودة يوما إلى ديارهم. بدنا نفوت من تركيا نظامي، ما بيدخلونا نظامي، بدنا ندفع مصاري حتى يدخلونا الأتراك. بنروح بنشتغل بتركيا أجار بسيط كثير، بدنا نرجع نشتغل بدنا نرجع على سوريا كمان ما عفوا ما بيطلعونا، كمان بدهم مصاري حتى يطلعونا. الاستغناء عن خدمات المهربين كانت خيار كثير من السوريين، وبديلهم هي طرق وعرة بين الأراضي الزراعية يلوذون بها عن أنظار حرس الحدود التركي الذي كثف دورياته لردع من يتجرأ على عبور الشريط الحدودي. ورغم ما تحمله هذه الطرق من مخاطر، يبدي السوريون حماسة منقطعة النظير تجاهها كونها تبعدهم عن دخان الحرب المنبعث من وراء حدود بلدهم. زيدان زنجلو، الحدود التركية السورية، العربية.